فمن العام 2023-2024 العام الدراسي قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق أول مبادرة للتعليم المهني والتقني. التعليم المهني والتقني طبعا يستهدف فيه طلاب الصف 11 والثاني عشر خلال المرحلة القادمة. هذا النوع من التعليم جاء تلبية لمتطلبات سوق العمل، فهو يعني يجعل من الطلاب أن يتخصصوا داخل المدرسة بدءا من المدرسة، بيستكمل المرحلة إلى الصف العاشر، ثم يبدأ في اختيار تخصصاته ومساراته وفق يعني اللي هي ميوله ورغباته كمتعلم. فكانت في مبادرة أولى في إطلاق هذا النوع من التعليم، بحيث أنه يكون في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات تلبية لسوق العمل. طبعا هذا البرنامج بالتعاون والشراكة مع شركة بيرسون العالمية، طبعا هو برنامج يطلق عليه برنامج بيتك. برنامج بيتك جاء يعني تلبية للتطور العالمي للحادث، طبعا هو برنامج غير ما مستحدث، ولكن يعني طبق لأول مرة في السلطنة في اللي هو في المدارس، كان يطبق في الجامعات والكليات، ولكن ارتأت وزارة التربية والتعليم بأن تدخل هذا النوع من البرامج من خلال اللي هو احنا نطلق عليه المرحلة الدراسية، ان الطالب يبدأ يتخصص من خلال المدرسة. فتم تطبيق البرنامج في محافظتين، محافظة شمال الباطنة ومحافظة مسقط، في مدرستين للبنات ومدرستين للطلاب في محافظة مسقط وفي شمال الباطنة.